ملي كيقلق شي واحد كيقول ليه الزعتر. علاش؟ لان الزعتر مر واخا هو مهم للذات. دائما مع الاسبوع اللي خصناه كله باش نتكلموا على العطريات، تكلمنا على القرفه، تكلمنا على زريعه الكتان، اليوم غنتكلموا على الزعتر. العطريه معروفه بثلاثه ديال الاقسام، حبوب وريقات وقشره. الزعتر فاحنا غادي ناخذوه من الوريقات، يعني في الصنف ديال الوريقات. الزعتر معروف عليه هو انه كيتغرس في الربيع وكيتجنى في الصيف. اذا الا بغينا الزعتر طري خاصنا نشريوه او نمشيو نشوفوه في الصيف. غير هو طول السنه راه غنلقاو الزعتر ولكن مكرم. الزراعه ديال الزعتر او الصحتر غنلقاوها في المغرب بشكل عشوائي وبشكل منظم. بشكل منظم غنلقاوها في المنطقه ديال الغرب، اما بشكل عشوائي يعني الزعتر كيكبر غير بوحدو، غنلقاوها في الجبال ديال الريف وفي الجبال ديال الاطلس المتوسط. نتكلموا دابا على النبته ديال الزعتر. الطول ديال هذه النبته يقدر يوصل حتى ل 30 سنتيمتر. الوريقه ديالها خضريين وكيشبهوا كثير الوريقات ديال الحنه. نخرجوا من المغرب مادام كنتكلموا على الخضوره وعلى الحنه ونسافروا لليبيا. علاش غنمشيو لليبيا ونسلموا على الاشقاء اللي في ليبيا؟ لان في ليبيا كاين واحد الجبل سميتو الجبل الاخضر، لانه كله مغروس بالزعتر. الا خرجنا من ليبيا ودزنا لمصر غادي نرجعوا للحضاره ديال الفراعنه، حتى هما عرفوا واستعملوا الزعتر. نقطعوا البحر الابيض المتوسط، غادي نوصلوا للحضاره الرومانيه اللي تا هما استعملوا الزعتر على شكل عطور، يعني على شكل بخور. ومن اللغه ولا الحضاره الرومانيه اللي كانوا كيسميوه تيموس يعني الرائحه، تخذات هذه الكلمه عند الفرنسيين واللغه اللاتينيه اللي كيسميوه لو تان، الزعتر لو تان. من غير المطبخ المغربي اللي فيه الزعتر حتى المطبخ العالمي كيستعمل الزعتر. وغنلقاو الزعتر في الصناعه ديال العطور ديال التجميل وحتى بالنسبه للدواء، يعني كيصاوبوا الدواء من الزعتر. هنا غنعرفوا الاهميه ديالو. وحاجه اخيره، العسل ديال الزعتر شحال من واحد كيقلب عليه. ايوا هادشي كله اللي قلناه راه غير باش تستهلك الزعتر وبلا ما تهلك.